Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. حليب 1 لتر 5 كوب حليب كامل الدسم بنحرك حتى يغلي تحريك باستمرار على حرارة متوسطة. عند الغلي بنوضع 3 معالق خل كبيرة 22 جرام تقريبا دقيقتين بياخد أو حتى يفصل الحليب يصير مثل الجبن. هيك بنصفي الماء والماء الزائد هذا حنعمل فيه وصفة كتير هي روعة حملكوا إياها بآخر الفيديو تقريبا نص دقيقة بتاخد معي. نفصل بياض البيض عن الصفار ممكن نفصله بإيدنا أو بالأداة متخصصة لفصل البيض. هذا مع الجبن الصفار بنوضعه والبياض بنخفقه. نخفق البياض حتى يتماسك جيد. هيك متماسك. لو قلبنا الوعاء ما بصير فيه أي إشي. ضلوا متماسك. لكن أنتوا لا تعملوا هيك. المهم يكون متماسك. الرجاء إذا أعجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس. صفار البيض والجبن نوضع قليل من الملح نوضع معلقة صغيرة بيكنج باودر ممكن نوضع أي نوع توابل أو أعشاب نخفق حتى يكون متجانس أو كريمي. نوضع بياض البيض وبنقلب من تحت لفوق من تحت لفوق بهدوء حتى يتجانس مثل ما انتم شايفين مثل هيك. هيك جاهز نوضعه بالقمع او ممكن مباشر نوضعه بالمعلقة على الصينية يعني ما في داعي للقمع. الزينة ممكن نوضع سمسم او حبة سودا او اي نوع توابل ممكن نوضع زعتر كمان. نوضعه هيك بالفرن على حرارة 180 درجة مئوية من فوق ومن تحت بالرف الأوسط والمدة حسب نوع الفرن لازم انتو تركبوها. هيك أصبح جاهز مثل ما انتو شايفين هو كتير روعة وبينفع للكيتو لمرضى السكري. هيك هنروح على الوصفة الثانية اللي هو بقايا الحليب سريعة جدا. نوضع الرز نص كوب ماء ما في عيار للماء بنصف الماء عند نضوج الرز. نوضع 3 كوب من بقايا الحليب وبنوضع نشا الذرة نصف كوب وبنوضع كاكاو خام 3 معالق طعام وسكر نصف كوب أو حسب الرغبة وفانيلا معلقة صغيرة وقهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة ورشة خفيفة ملح. بنحرك المكونات جيد. الزبدة آخر شيء الزبدة نحرك جيد الحرارة تكون متوسطة. هيك بعد 5 دقائق تقريبا تماسك الخليط نوضع 50 جرام زبدة أو ربع كوب. هيك أصبح جاهز والتزيين ممكن نزين بالشوكولاتة فمن لا. انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم. اتمنى الاشتراك بالقناة. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.